نرحب فيكم أعزائي المشاهدين مرة تانية، وحنبتدي هلأ نعمل طبق رئيسي تشكيلة من الخضروات مع دجاج مشوي بطريقة كتير مميزة. نشوف مع بعض المكونات. صينية الدجاج بالخضروات: 2 كيلو دجاج، صلصة التتبيل نص كوب زبادي، ربع كوب خل، ربع كوب زيت زيتون، ربع كوب معجون طماطم، ربع كوب دبس الرمان، 10 فص ثوم، 1 ملعقة كبيرة كزبرة حب صحيح، 1 ملعقة كبيرة شمر، 1 ملعقة كبيرة سماء، 1 ملعقة كبيرة بهار مشكل، 1 ملعقة كبيرة كركم، 1 ملعقة صغيرة بابريكا، 1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة، 1 ملعقة كبيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود، و2 كوب ماء. خليط الخضروات: 3 حبة كبيرة بطاطس، 3 حبة كبيرة جزر، 2 كوب مشروم، 2 كوب فاصوليا، 2 حبة كبيرة بصل، 2 كوب طماطم صغيرة، 3 قرن فلفل أخضر. للتحمير: 2 ملعقة كبيرة سماء، 1 ملعقة صغيرة كزبرة حب صحيح. أعزائي المشاهدين، صينية الدجاج والخضروات اللي حنعملها تعتبر من أسهل طرق الطهي. دائماً ست البيت بتحب الوصفات السريعة، إنه كل الخضرة مع بعض والدجاج ونحطها بالفرن، بس شوي نحتاج نعرف هالإضافات اللي حتعطي طعم طيب، طريقة الطبخ نفسها، طريقة تقطيع الخضروات، التتبيلة نفسها اللي تخلي الدجاج ما يكون والخضروات ما يكون كأنه مسلوق سلق. يمكن هذه الأشياء اللي بتخلينا نحب ناكل الخضرة أكثر. حنقول بعض الملاحظات وحنتحدث عن الدجاج وكيف نقدر نجهز تتبيلة في منتهى البساطة وطعمها كتير كتير طيب. عندي هون تشكيلة من الخضرة: عندي البطاطس، عندي الطماطم، طبعا أنا مختارة التشيري توميتوز، ولكن ممكن نختار الطماطم العادية ما في مشكلة عنا، بس هي أصبحت موجودة في الأسواق ومتوفرة بأسعار حتى اقتصادية معقولة. قرنين فلفل إذا حبينا السبايس شوي، وعندي المشروم أو الفطر، عندي جزر، وعندي فاصوليا خضراء أو إذا حبيتوا فروزن على حسب المتوفر عندكم. أي نوع خضرة بنقدر نستعمله لتجهيز هذه الوصفة وكمية من شرائح البصل. ونستعرض مع بعض كمية من البهارات. البهارات هذه حتعطيني نكهة كتير طيبة للدجاج وللخضرة، وبنفس الوقت عندي خلطة لذيذة جداً من دبس الرمان والخل والزيت والثوم. هاي المكونات كلها حتخلي طعم الخضرة عندي لذيذ. الملاحظة الثانية اللي بدي أقول لكم إياها هلأ: الدجاج هذا حتشوفوا شكله ولونه بعد ما أخبزه أو بس أطلعه من الفرن، هتلاقوه غامق غامق جداً. يعني هو المميز فيه إنه الطعم حيبقى على حموضة شوي واللون غامق، مش من التحمير أعزائي، ولكن من إضافة السماء يبقى عندي أحمر أو غامق بهذا الشكل. وبنفس الوقت كمان اللي حيعطي لون الدجاج اللون الغامق المتحمس هيك تحميش حلو، والخضرة برضو دبس الرمان. فنبتدي أعزائي نجهز مكونات هذه الخلطة. عندي المكونات كتير، تجهيزها بسيط، عم بستعمل محضرة الطعام الميني الصغيرة هاي، عملية وبتقدروا تحطوا فيها أي شيء أنتوا بدكم إياه. لابد دائما يكون عندنا هذه القطعة في المطبخ، ما بستغني أبدا عنها. حبتدي أعزائي أحط الثوم والبهارات اللي حنستعملها، ودائما أنا بذكر لكم كل كمية البهارات بتظهر عندكم على الشاشة مكتوبة بكل التفاصيل بشكل واضح. حط شوية فلفل أسود، وححط السماء مرتين اليوم، حستعمل السماء في داخل الوصفة. أحط الملح، وعندي الكزبرة الحب. الكزبرة أنا برضو حستعملها مرتين، ومرة في الخلطة ومرة على وش الدجاج، بتعطيني قرمشة كتير لطيفة. وعنا الفلفل المجروش. هالمكونات مع بعض حطحنها مع زيت الزيتون وزيت الذرة، ممكن تستغنوا عن أحدهما أو تخلوا التنين على حسب رغبتكم. هضيف دبس الرمان، وهضيف الخل،
تتبيلة رائعة جدا. خليني أشغل وبعد هيك نشوف كيف حيبقى قوامها. الخلطة أصبحت عندي جاهزة. على فكرة هذا النوع من التتبيلات بيبقى كتير لذيذ، بتقدروا تستغلوها لأي تتبيلة سمك، تتبيلة باربيكيو عندكم، نقدر نستفيد منها كويس. حضيف هلأ معجون الطماطم وحضيف إضافة كتير رائعة، الزبادي أو اللبن أو بنسميه الروب. أقلب كل الخلطة مع بعض. لاحظوا ما أجملها التتبيلة وكثافتها، والطعم قوي قوي جدا، يعني مش قوي يعني حامي أو حار، ولكن لا يعني مركز، وهذا شيء جميل جدا بيعطيني نكهة كتير طيبة. نتحدث أعزائي عن تجهيز الدجاج. طبعا ممكن أقطع الدجاج بأي شكل أنا عايزته، ولكن أنا حابة شكل دجاجة نص كامل، بيبقى شكلها حلو على السفرة. كل شخص بياخذ ربع نص على حسب الاشخاص طبعا اللي حيتناولوا الدجاج. ونبتدي نتحدث عن صينيه فرن. اي صينيه فرن مناسبه هتبقى عندي بالشكل هذا. حبتدي اعزائي هلا اجهز الخضروات بطريقه كتير بسيطه، ما حتغلب ابدا في تجهيزها. في الاول حضيف البصل، عم بقطع البصل الى جوانح بهذه الشكل، وححتاج أقطع الخضروات برضو بطريقة كتير بسيطة. خليني برضو أحط الفاصوليا، ممكن أستعمل الفاصوليا الخضراء زي ما خبرتكم، أو إذا مش موجود عندكم ممكن تستعملوا الفروزن، ما في مشكلة عندي أبدا. هلأ حناخد المشروم. المشروم في عنا دائما فكرتين لا تنظيفه، في ناس بيحبوا يمسحوه بالفوطة خالص، وفي ناس بيمسحوه بالفرشة، بس أرجوكم ما تغسلوه، لو غسلناه بيصير زي كأنه سفنجي وبيمص مي كتير. لو لقيتوا عليه قاذورات كتير ولا بد، ممكن نغطسه تغطيسة خفيفة كده في مي وأشيله بلحظتها، بس إذا كان صعب إني أشيل عنه القاذورات أو إذا كان في عليه أي أتربة. في طريقة للمشروم، في ناس بيحبوا يشيلوا هذا الجزء، وخصوصا إذا كان ناشف زي يابس فيكم تشيلوه. لاحظوا ببساطة بتنشال حسب نوع المشروم اللي عم نستعمله، بشيلها بهالطريقة كتير بسيطة. بالنسبة للمشروم أعزائي بقطعه حسب الرغبة وحسب حجم حبة المشروم، إذا كبير صغير زي ما أنتم بدكم، مجرد إني أقطعه نصين أو أربعة حسب رغبتكم. ممكن في ناس يحبوا يقطعوا أكثر، أنا شخصيا بحب المشروم فما بدي إياه يكون دايب قوي، ممكن أربعة أنصاف ما في مشكلة عنا. هحط المشروم ونبتدي نحط الطماطم. خلينا نتحدث عن الطماطم، بتحبوا تخلوا بعضها صحيح بهالطريقة، والبعض الآخر ممكن أقسمه إلى نصين، هيك بيعطي طعم. فقط نصين بهالطريقة، ممكن تخلوا كله صحيح، ممكن كله تقطعوه حسب ما بتحبوا. ونشوف هلأ قرن الفلفل، هل نقطعه ولا نخليه زي ما هو؟ بيفرق معانا قديش أنا حابة شطة. إذا حابين أكل مشطط كتير نقطع ونفرم الفلفل، إذا حابين بس النكهة يعني بنخليه فقط نصين. وعندنا هلا الجزر، برضو اعزائي تقطيع الجزر حسب قطعه الجزر اللي عندكم وايش مقاسها. هاي كبيره شوي ممكن اقطعها نصين، وهكذا بنفس الطريقه. وعندنا البطاطس، بطاطس حبيتوا تقشروها، حبيتوا تخلوها بالقشر زي ما بتحبوا. يبقى اعزائي احنا هلا
خلصنا خليط الخضرة. كل هالخضرة اختلطت مع بعض وبدنا نوزع عليها التتبيلة الرائعة اللي احنا عملناها مع الدجاج. فأنا ايش بحاول أعمل على نفس الطبق عشان ما أخسر التتبيلة، حتبل الدجاج على نفسها. باخذ قطعة الدجاج بحطها مثلا هيك، قدر الإمكان، وأبتدي أوزع كل هالخلطة على الدجاج. خلي شوي هيك عشان نرجع نوزعهم على الوش، وأبتدي يفضل نكون لابسين جوانتي. لاحظوا بوزعها بهالطريقة وغطي كل الدجاجة بهذا الشكل. طبعا كل التتبيلة هاي عم تنزل على الخضرة، خلوا بالكم طعم السماء والخل ودبس الرمان كل هذا عم ينزل عندي على الخضروات. لاحظوا هالريحة ما شاء الله، يعني شوفوا كيف أنا هلأ تبلت كل الخضرة بطريقة رائعة. حوزع برضو بقية الخلطة. شكل رائع بهالطريقة هاي. طبعا فيها الزيت زي ما شفتوا، زيت الزيتون، وكل هالطعم الغني حيكون هلأ في داخل الخضروات وفي داخل الدجاج. بضل عندي أعزائي لإضافة زي ما قلنا بيبقى لونها هيك محمص وغامق، شوية السماء وشوية من الكزبرة الحب. حضفي لها قليل من الماء، ما نكتر لأنه الخضرة حتطلع عندي مي. وخلينا أقول ملاحظة برضو مهمة هلأ، إذا أنتم بدكم إياها فيها صوص كتير زي مرق يتقدم جنب الرز، حطوا مي كتير، حطوا كوبايتين ثلاثة مي. هالتتبيلة هذه نفسها مع خلاصة الدجاج والخضرة حتعطيكم مرق رائع جدا، مرق اللي هو زي صالونة زي صلصة. في ناس بحبوا يأكلوها على الناشف وفي ناس بحبوا يأكلوها مع مرقة، فتحكموا بكمية المي على حسب رغبتكم. ولما نصب المي ما نصب على الوش عشان ما نخسر هالتتبيلة اللي حطيناها على الوش، بصب المي في الجنب بغلفها بالفويل وخليها بالفرن لمدة ساعة ونص. ممكن أتحكم أنا طبعا بوقت الفرن أو بوقت الخبز على حسب إمتى بدي أضيفها أو أقدمها. ممكن أخليها بالفرن على نار واطية دافية وقت اللزوم، بطلعها على السفرة وصحتين وعافية. وأتمنى أنها تكون عجبتكم. صينية الدجاج بالخضروات، 2 كيلو دجاج، صلصة التتبيل، نص كوب زبادي، ربع كوب خل، ربع كوب زيت زيتون، ربع كوب معجون طماطم، ربع كوب دبس الرمان، 10 فص ثوم، 1 ملعقة كبيرة كزبرة حب صحيح، 1 ملعقة كبيرة شمر، 1 ملعقة كبيرة سماء، 1 ملعقة كبيرة بهار مشكل، 1 ملعقة كبيرة كركم، 1 ملعقة صغيرة بابريكا، 1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة، 1 ملعقة كبيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود، و2 كوب ماء. خليط الخضروات: 3 حبة كبيرة بطاطس، 3 حبة كبيرة جزر، 2 كوب مشروم، 2 كوب فاصوليا، 2 حبة كبيرة بصل، 2 كوب طماطم صغيرة، 3 قرن فلفل أخضر. للتحمير 2 ملعقة كبيرة سماء، 1 ملعقة صغيرة كزبرة حب صحيح.